تاني كان من اهمهم الاستاذ ابراهيم بوغدادي. الاستاذ ابراهيم بوغدادي ده استاذ الكلاكات كان في مصر، وهو كان اتعلم يعني زمان كانت الفرقه الاجنبيه كان اغلبها يهود، يعني يهود جايين من بره ويهود مصريين، وهم اللي كانوا دايما بيتولوا العلوم الفنيه، او هو الافلام والحاجات دي هم اللي دايما بيرقصوا في الحاجات اللي هي فيها روما واسبانيا. فهو الاستاذ ابراهيم بوغدادي هو اتعلم على الدين الناس ديت، وهو كان استاذ الكلاكات اللي هو لغايه دلوقتي تلاميذه هم لغايه دلوقتي بيقوموا بالدور ده دلوقتي، يعني في مريد دلوقتي هي درس لتنميه المواهب كلهم هم كلهم تلاميذ الاستاذ ابراهيم بوغدادي. واحنا في الفتره دي برضه هو كان يعني اتعلمت منه انا وشريان، كنا دايما هو اللي بيقوم بتدريبنا في حكايه الكلاكات. هي كانت الفكره كلها انه ازاي تاخدي نوع من انواع الرقص العالمي وازاي تحاول تمصريه او تقدميه في المسرح المصري. وكانت الفكره انه كان في الاستعراض ده كان اسمه حماد الهنا، وهو قبل ما البنت راحت تتجوز وبتاع فهم بيروحوا اللي هم الحمام الشعبي دوت علشان الجهاز، فلقينا ان هو ده المكان المناسب ان احنا نعمل فيه يعني نمصر بقى الكلاكات دوت. وعملنا مواصفات هو المفروض مبين، احنا غيرنا شكله شويه لكن عملناه خشب علشان يطلع صوره عن خشبه المصريين. وكمان انا كان من الحاجات المهمه جدا ان انا مع الاستاذ مودي امام طلبت ان احنا نسجل الكلاكات دوت عنده في الاستوديو، وفي جزء من الشغل بتاع استعراض الحمام ده يعني رحنا سجلنا الطباعات كلها وجبنا لبسنا الجزء بتاع الكلاكات وعملناه، وبعدين في جزء منه اتبنى موسيقيا بعد ما احنا سجلنا الايقاعات دي. فدي كانت من الحاجات المهمه ان انت الرقص تحاولي تمصري تقرري يعني الجمهور المصري يشوفه بس بشكل قريب من الاحلام، بس الكلاكات اللي احنا مصرنا جزء منه يعني. طيب على موضوع الالتزام والانضباط، هي حضرتك الموضوع اصلا صعب خالص جدا، بيقول ان حضرتك كنت دقيق جدا في مواعيدك جدا لدرجه ان الاستاذه شريان اتاخرت في مره 5 دقائق على ميعاد الجمعه. وكانت النتيجه ان حضرتك نزلت ركبت العربيه ومشيت وسافرت. طيب كلمنا عن هل المساواه في العقاب والثواب في الانضباط بيؤدي لنتيجة أفضل تحديدا في الأعمال الجماعية أو الشكل الاستعراضية أو الشكل الجمالي؟ أنا رأيي إنه أي فنان أو يعني أي فنان بيمارس أي نوع من الفن إذا ما فيش ديسيبلين وما فيش هزار وما فيش يعني ما فيش سيستم يبقى فنان مش عارف أقول عليه إيه. انا رايي ان الفنانين المحترمين قوي اللي موجودين الناس ديت لازم يبقى ملتزم جدا ويجي قبل ما عاد شغله يعني يجهز. ف مفيش استثناءات مش عشان فنانين ولا عشان مفيش، لا هو العمل الفني كلنا تيم ورك، يعني عمل فني كل واحد فينا عنده جزء هو بيشتغل، لكن كل الناس هنا لازم يلتزموا بالمواعيد والتزموا بالنظام. يعني انا حكايه المواعيد والانضباط والحكايات دي طبعا انا اتعلمتها من مامتي وبابايا، بابايا اكيد يعني مامتي برضه مامتي كل حاجه لكن البيت. واعتقد ان احنا كلنا انا وعادل وعلاء عندنا نفس فكره الانضباط دي، ده من البيت بس. فحكايه الانضباط دي قصه وانا كنت مدرسه روسي ومدرسه روسي
يمشي في الطرقه او بيحصل يعني هما فنانين جميلين جدا بس في الدراسه والحكايات ده تعليم عسكري تعليم ما فيهوش يعني مفيش حد بيعمل حاجه كده عشوائيه يعني كل منظم وكل مرتب فيعني دي مدرسه وبرضه لما اشتغلت مع انا طبعا كان حظي كويس جدا انا اشتغلت مع كبار الفنانين الجيل فمثلا لما اشتغلنا مع الاستاذ يوسف شاهين مثلا كنا بنصور معاه حاجات هو الكاميرا عنده بتدور الساعه 6 الصبح واحنا كلنا مثلا كنا في سيوه واحد سيوه بنصور حاجه فبنصحى الساعه 3 الصبح وكل واحد يجهز نفسه ونفطر الساعه 4 الصبح الساعة 5 بنبقى بنعمل الميك اب وبنلبس وبنجهز وحاجات كده وبعدين العربيات تاخدنا اول ما نوصل بنوصل مثلا 6 ل 10 الكاميرا بتقول 6 فانا طبعا يعني حظي كان كويس جدا ان انا اشتغلت مع كبار المخرجين والنجوم فلا هي في الطريقه المظبوطه اللي انت طبعا كل الناس بتشتغل بميزانيه طبعا دلوقتي شويه لكن زمان ما كانش في الكلام ده نظام ومثلا لما اشتغلت مع الاستاذ عادل امام ده طبعا مدرسه الاستاذ عادل امام مدرسه عظيمه في المسرح يعني الاستاذ عادل لو الساعه 9 ولا 9 ونص الاستاذ عادل كان بيجي ساعتين ثلاثه قبل العرض وده معناه ان لما يبقى نجم العرض يوصل قبل العرض بتاعه ساعتين ثلاثه يبقى كل الناس اللي بتيجي اللي في المسرح المنظومه كلها بتيجي بس كان الاستاذ بيجي قبل عرضه بساعتين ثلاثه يبقى السؤالين هنعمله ايه؟ احنا كلنا كنا بنخش المسرح قبل العرض بساعتين ثلاثه بنقص ووضع وبتاع الاستاذ عادل يعني كان له طريقه هو بيجي يقعد في اوضته شويه مع نفسه وبعدين يلبس جزء من لبسه وبعدين يبتدي يمشي الكواليس يمشي بقى يشوف الناقصين والممثلين والزملاء ففي حاجه من الانضباط يعني مدرسه يعني فكل كل النجوم الكبار يعني وبقوا في المسرح عندي يعني احنا انا وعادل وعلاء تربينا في مسرح الزمالك لانه بابايا كان هو صاحب فرقه الكوميدي المصريه وهو كان المسرح ده احنا كلنا بقى ما بين الكواليس والكمبوش طبعا كده الكلام ده انه فاحنا كنا بنشوف المسرح النظام يعني الباك ستيج ده كله في نظام في يعني مش حاجه يعني وقت العرض ما فيش حاجه بتحصل فاحنا يعني اتربينا على الكلام ده احنا اتربينا من واحنا صغيرين على انه في انضباط في كل التفاصيل اللي خاصه بالاعمال الفنيه. واضح ان الانضباط كمان كان انضباط والتزام والسيستم زي الجيش في الفرقه بتاعت حضرتك لان برضه في الكتاب انهم كانوا بيحفظوا الاستعراضات لو حضرتك بتعمل استعراضات اكثر من عمل اكثر من مسرحيه فكل الكاست بيحفظ كل الاستعراضات ثلاث مسرحيات مثلا بالشهرين كل الفرقه بتحفظ كل الكلام عشان الحاجات الموسيقيه الصعبه طبعا احنا عشان انا تقريبا كنا دايما بنشتغل مش لازم العمل الفني بشتغل انا كنت بشتغل بالطريقه دي كنت عندي بشتغل مرش يعني بحط المزيكا واقعد نعمل حركه في حركه في حركه وبالتالي معظم الفرقه كانت بتهتم بالورش الفنيه دي من قبل ما نبتدي نخش العروض وبعدين لما بنيجي نخش العروض بنشوف ايه المناسب من التكوينات والحركات دي لنا زي ايه فكره زي الحروف كده انت بتتعلمي الحروف وبعد كده تكوني منها كلمات وبعدين جمل وهكذا فانا دايما كنت بشتغل بفكره الجمله فكان دايما الفرقه مع اعدادها كبير جدا وكان ولاد وبنات واعمال مختلفه كنا دايما بنشتغل بالطريقه دي فيعني هم حافظين كل المسرحيات يعني حافظين كل الشغل بتاعي وكان ساعات يعني ان هم برضه كانوا مهندسين بيجيبوا عندهم اطلاعات في الاوبرا يعني بيبقى عندهم عرض في الاوبرا فانا بيحصل لي في وقت من الاوقات انهم بيجي عند الاوفرتير بتاع
يجوا يعملوا الاوفرتير ويطلعوا على مصلحتهم تاني يكونوا الولاد التانيين يكونوا موجودين. وعلى فكره انا برضو يعني كتير كان بيحصل في المسرح عند الاستاذ عادل امام انه لما يحصل دروب وحاجات كده انا بغير هدومي وبلبس وبخش التزام التزام على المسرح. ما ينفعش في المسرح يبقى عندك حد مش موجود. بس يعني كلنا كنا بنعمل كده يعني. طيب خلينا نتكلم عن مجموعة الفوازير. الفوازير والشريان. طيب تجربة الفوازير أنا طبعا بقى حسن كويس. طبعا أنا اشتغلت مع شامي، شامي كانت زميلة عادة في مدرسة قانون، وإحنا نعرف بعض من الابتدائي، نعرف بعض الابتدائي والإعدادي وثانوي، ويعني تاريخ طويل من ال واشتغلنا مع بعض أعمال مهمة جدا زي فيلم كريستال وشغل محمد علي، وعملنا فوازير حاجات ومحتاجات، حاجات ومحتاجات كان تأليف الأستاذ سيد الأستاذ الكبير سيد الحجاب وإخراج برضه المخرج الكبير جمال عبد الحميد. شغل الفوازير ده كانت مش يعني تقريبا كنا بنوقفين في التلفزيون، بنوقفين لمدة 3 أشهر 3 أشهر ونص، اتطور كلمة علشان نقدر نعمل الشغل بتاعي، يعني شغل ممكن جدا ولكن متواصل، ما تقدريش يعني انا يمكن الوقت الوحيد اللي انا استأذنت فيهم وقلت لهم اعمل بقى شويه رياضه كده ايام ما رانيا كانت بتخلف اول بنت من البنات اللي هي فيها، فانا استأذنتهم بقى قلت لهم طب انتوا بقى زي ما انتوا اعملوا شويه رياضه سيبوني انا بقى ايه هاخد بس اشوف الحكايه دي. ورحت مع رانيا 3 4 ايام لغايه ما خدتها وبعدين وديتها البيت ورجعت التلفزيون تاني قعد. وبعدين من الحاجات الطريفه يعني ان رانيا دلوقتي انا في دبي فراحت تحكي لي صوره لفريده وهي سياره وهي خلاص كده، راحت كاتبه لي عليه عشان ما تتفكر علشان ما تنساش ان انت خليت حطيت على خيطه كده وكل بلد في ملايين وبتاع ما ينفع كده. انا ما بروحش انا ما بروحش يعني فلا مجهود محترم جدا طبعا. الغيوم يعني التوازير دي كانت حاجه من اهم الحاجات اللي في رمضان ده، وبيبقى فيه مجهود كبير جدا من كل الكرو بتاع العمل دوت ما بين يعني كل الناس، ومرهق جدا لكن في استمراريه يعني طبعا زملائنا بقى عندهم طبعا حاجات استاذ بقى الرياضي بتاع ربنا لما